المرحلة الثانية احنا عملنا المرحلة الأساسية ويمكن حضرتكم شرفتونا فيها، والمشروع أصلا مبني على إزاي نغطي القصور في إعداد اللاعب المصري في الجانب النفسي، وخاصة لما معالي الوزير راح دورة طوكيو وشاف إن كان ممكن نغطي إنجازات أكتر في حالة إن احنا قدرنا نكمل هذا العمل اللي جوه منظومة التدريب الرياضي الحديث. طبعا هو الإعداد النفسي أصبح دلوقتي توجه دولة، وطبعا بدأنا الأول بالمستوى الأول والمستوى الثاني، أخذنا طبعا مهارات عقلية ونفسية مهمة جدا للرياضيين. طب إيه سبب الحاجة للموضوع ده؟ ده بناء على أبحاث تمت في المجال ده، لقيت إن إحنا عندنا مواهب تمتلك الإمكانيات البدنية والمهارية والخططية، ولكن للأسف مش بنحقق. فالأبحاث وجدت إن إغفال الجانب النفسي هو السبب الكبير في ان احنا ما بنحققش النتائج المرغوبه. هي خطوه مهمه ونقله مدروسه ومحسوسه بالنسبه للاداء الرياضي والرياضه المصريه بوجه عام، باعتبار طبعا الجانب النفسي من اهم الجوانب الا ان يكون الاهم، وطبعا السبب الرئيسي في احداث الفارق خاصه في المنافسات. طبعا اللعيبه والمدربين وكل الاداء الرياضي شعروا باهميه المجال النفسي او اهميه الاعداد النفسي والجانب العقلي. بدانا النهارده مرحله المستوى الثاني، انجزناه في المعد النفسي الرياضي. المستوى الثاني كان بيتضمن مستوى متقدم للمستوى الاول اللي احنا خدناه. المستوى الاول تضمن المهارات الاساسيه وغطى معانا جزء كبير من المهارات اللي احنا بنقدر نستخدمها في عمليه الاعداد النفسي للرياضيين في المشروع القومي للموهبه والبطل الاولمبي. تم اعداد المستوى الثاني واحنا ان شاء الله في مستويات اخرى. لما بنتكلم دلوقتي على الجينوم المصري بالفئه اللي موجوده دلوقتي ما بين القوات المسلحه وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الشباب، ده نوع من التأكيد على السمات من خلال الجين. يعني انت بتبقى سابق عمليات الاختيار والانتقاء البدني او الفسيولوجي، فانت بتاخد الجين وبتتوقع منه مثلا مجموعات الالعاب المختلفة مرتبطة بوظائف معينة وقدرات بدنية معينة. هذه القدرات البدنية المعينة بيبقى مثلا تحمل سرعة، لياقة بدنية عامة، قوة متفجرة، تحمل قوة، يعني كل لعبة من الألعاب لها مواصفاتها. الحمد لله احنا النهاردة حدثين كبار زي ما حضرتك قلت، ده فكر جديد وشغل جديد، اسلوب علمي وطريقة علمية، ازاي ان احنا نقدر ان احنا نشتغل بالاسلوب العلمي. ده اللي بيفرق. المستويات الرياضية العليا بتختلف دلوقتي، لازم الناحية العلمية بتتدخل والناحية الطبية. بدأنا نشوف الأساتذة المتخصصين ونجيبهم على أساس ان احنا نبدأ نطلع بأحدث منتج نقدر نحقق من خلاله الأبطال، بجانب طبعا المشروع المعد النفسي طبعا اللي احنا بنعلن عنه النهاردة، اللي هو المرحلة الثانية اللي بدأناه بتعميم للمديريات وكلية التربية الرياضية، وتقدم لنا في حدود 200 واحد. معالي الوزير الدكتور أشرف صبحي النهاردة زي ما حضراتكم عارفين أعلن على الجينوم الرياضي يعني التنسيق وعمل البحوث العلمية مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا. فريق عمل متكامل من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من كلية الباي تكنولوجي سوف يشارك بإذن الله سبحانه وتعالى في البحوث الخاصة بتحديد من هو البطل الذي سوف يستطيع أن يحقق أعلى الدرجات إن شاء الله في البطولات العالمية والأولمبية بإذن الله. في هذا المشروع الكبير جداً احنا هندخل الجينوم الرياضي المصري. الجينوم الرياضي المصري مبني على التحليل الجيني في عملية الانتقاء من البداية، اهمها المشروع القومي للموهبة والناشئين، وايضا التحليل الجيني وما يتتبع للبطل الرياضي، وعمل جين رياضي مصري لكل الالعاب وتصنيفه في كل الالعاب.